انا بالنسبه لي جزء من اي عمل فني هو اختلاف الاراء، فيعني لا اكتر ولا اقل من كده. مفيش ما ينفعش عندي انا شغل اي ست، ممنوع شغل ستات، مفيش شغل عندي. اشتغل بنظافه وامانه والتزام وما تدخليش في مالكيش فيه. للاسف بعض الناس يمكن اخذت الموضوع في حته مالهاش علاقه بالفن قوي، وده مش مجال اي مهرجان سينمائي ان هو يعني نتكلم عن حاجات زي الخيانه او الاساءه لدوله او حاجه زي كده. احنا كلنا يعني احنا فخورين ان احنا عندنا صناعه سينما في مصر تقدر تكسب جوائز على المستوى العالمي، ولازم نحتفي بالانجازات دي، مش يعني نطلع اتهامات. الحقيقه بطلت العالم كله فكره الاساءه لدوله وكده، دي حاجه بطلت على مستوى العالم كله.